تواجدوا دابا في جامعات ديال الصفصاف، الناس اللي صوتوا على اخنوش استافدوا، والناس اللي ما صوتوش على اخنوش تاكلوا العصا. تيسقيو الناس ديال اخنوش يسقيو، حنا في الحال صوتنا على حزب اخر ما تنسقيوش. وحنا كنسقاو مواد حار، واقسم بالله 15 يوم وانا ملوح في الخلاوات وليل ونهار، واللي صوتوا على اخنوش راهم استافدوا، وحنايا حنايا مشينا ضحيه. خويا كتشوفوا هاد 12 خدام، عندي 12 خدام هنايا ديال الزرع و12 خدام ديال القصب، كتشوفوها كيفاش كتموت. ها انتم تشوفوا كيفاش الحاله. ومشيت عند القوادي ديال الماء، قال لي سير عند الشيف ديالنا في الاداره، وانا كنشوف جلاله الملك عاطي اوامر كل شيء يسقي. ومن مشيت للاداره قال لي ما نهضرش معاك وما نتكلمش معاك. انا كنسمع تيقول لك اسيدي اللي كنسمعكم نتوما، انت وعائلتك ما مصوتنش الحزب ديال اخنوش. القصيري تشوفوا كيف الفلاح سيدنا عاطي الاوامر بان الفلاح الصغير يسقي، تشوف جيراننا قدامنا هو كاين شي واحد اللي مصوت على اخنوش هو ساقي 100 قطار، مورانا مسقيه 100 قطار، انا عندي 12 خدام. تشوفوا الحاله ديال الزراعه، تشوفها ها السفوس سيدي تشوف فيه هو ما داش فيه الماء كاع. قدامنا اللي سقاو على حزب اخر راه مسقاو، صوتوا على حزب اخر ها هما تشوفوا كيف تشوف الزراعه ديالو هو مات. عندي 12 خدام فيها عائله تاكل فيها، تشوف الزراعه هو مات. غير الفلاح كل شيء يسقي، هاد الناس ديال هنا القواديه ما عطيتهم اوامر وحده اخرى ولا شنو هو، تيسقيو الناس ديال اخنوش تيسقيو، حنا الفلاح صوتنا على حزب اخر ما تنسقيوش. ها تشوفوا الحاله ديال الزرع كيف دايره، ها كما تشوفوا سيدنا الله ينصرو هو اللي موقف معنا، ولكن بغا نطلب من الله ومن جلاله الملك تخرج الجنه تشوف جماعه الصفصاف، شو الفلاح اللي صوت على اخنوش تيسقي واللي صوت على حزب اخر ما تيسقيش. الجنه تعطي الاوامر ديال القوادي ديال الماء، تقول لي هذاك الفلاح يسقي هذاك ما يسقيش. دابا اللجنة تتجمع في مصراب القصيري يوميا، تتجمع تقول لي هذاك الفلاح يسقي هذاك ما يسقيش. معكم الوكيل ديال حسن من جامعة الصفصاف اقليم سيدي قاسم. حنايا تواجدوا دابا في جامعات ديال الصفصاف، الناس اللي صوتوا على اخنوش استافدوا، والناس اللي ما صوتوش على اخنوش تاكلوا العصا. حنا هنا باش تشوفوا دابا حنايا على المشاهدة، احنا تنشوفوا هاد الماء اللي جناه على ثلاثة المراحل باش نسقيو به المحصول، باش ما نبقاوش نوحلوا في التكريديات اللي كثر. على هاد الماء اللي دابا تشوفوا باش وصل هنايا بثلاثه المراحل، وحنايا باش نستافدوا من هاد الماء. هاد الساقيه تشوف بينا وخاويه، وحنايا باش نوصل دابا الواد الحار باش نعتقوا الفلاحه ديالنا باش يكونوا في المحصول الفلاحي يكون ان شاء الله ب 50% وما نطيحوش في شي. وشوف الساقيه هاي خاويه باش نشوفوا حنايا الساقيه خاويه، وحنا نتمحنوا على حنايا تقتلونا من طرف الناس ديال خنوش تقتلونا وحنايا حيين. نتمنوا ان شاء الله صوتنا يوصل لسيدنا، وسيدنا عطانا 10 المناير باش نستافدوا، والناس هو عطانا والناس يقلعوا لنا. واش هذا الظلم؟ واش هذا حق في البلاد؟ هذا النداء تنوجهوه لجلاله الملك محمد السادس نصره الله. هاد الناس اسيدي راه كيرفعوا علينا بزاف، ها الساقيه خاويه، ها الما كيجي من ثلاث مراحل، وحنا كنسقعوا مواد حار، واقسم بالله 15 يوم وانا ملوح في الخلاوات وليل ونهار، واللي صوتوا على اخنوش راهم استافدوا، وحنايا حنايا مشينا ضحيه. واش هذا حق في البلاد ولا لا؟ اسيدي الله يرحم والدينا حنا كنتوفاو، سيدنا عطانا الدعم وهاد الناس غابيين لنا حقنا. علاش اسيدي الله يرحم والدينا 15 يوم بحال سقيت منها جوج خدامه؟ كنتمناو هاد الصوت ديالنا يوصل لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وهاد الناس هادو راهم ضاغطين علينا سيدي الله يرحم والدين، ورحنا كنتوفاو ورحنا في العذاب. عندي كسيفتي خدامه كتموت، راه عندي الغنم وعندي البهايم خدام كيموتوا، اقسم بالله. والساقيه ها هي خاويه سيدي الله يرحم الوالدين.